أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الأحد 10 مارس سنة 2024، اليوم نهنئ كل من يحتفل بقدوم شهر رمضان. الليلة هنا في المساء سيبدأ أول ليلة لشهر رمضان. أنا ما عنديش مشكلة مع أي مسلم أو مع أي احتفالات، أنا مشكلتي مع استعمال العنف وتحجيم الحريات. في خبر جالي، ناس بعتولي إيميلات إنه رمضان، أنا عارف إنه رمضان هيبدأ، ولكن حاجة حصلت في السعودية اللي هي البلد التي نشأ فيها الفكر الإسلامي، والكل يعرف برغم من الكثير يحاول يغطي يلمع الصورة المؤسفة حتى تبدو وكأنها جميلة، إلا أنه واقع الأمر يختلف. ولي العهد محمد بن سلمان، ممكن نقول رضي الله عنه، يعني أنا لا أتفق معاه في حاجات كتير، ولكن واقع الأمر هذا الرجل بينهض بالسعودية، وأنا مش عايز أتطرق ليه. هو إحنا عندنا مثل مصري بيقول كل واحد بيحلي لقمته، حاول تفهم دي يعني إيه قصدي بيها. كل واحد بيمشي أموره يعني، كويس؟ واقع الأمر رضينا أم أبينا، السعودية حتى حوالي 5 سنين مضت كانت في ذيول الأمم، صح؟ كان فيها وما زال فيها أموال كثيرة جدا ولها تأثير عالمي، لا شك لا شك، ولكن إلى أين كانت تتجه هذه الأمة؟ هل كانت ستنهض أم ستنهار؟ واقع الأمر كتير هيقولوا لي يا الإسلام بيطلع ومش عارف إيه بينزل، طيب خلي كل الكلام ده. واقع الأمر لما تتمحص في أمر الأمة الإسلامية والدول العربية والإسلامية، في انهيار مستمر اقتصاديا علميا شكليا، كل شيء بينهار. ما دام تمسكوا بهذا الفكر الذي جاء من شبه الجزيرة العربية من 1400 سنة، ما فيش حد بيتقدم. وحتى اللي يقول لي لا ده مش عارف فقار مش عارف ايه، ابن سينا وابن رشد وابن الكلب، ماليش دعوة، كل دول ناس لا ما كانش ليهم دخل بهذا الفكر، واغلبهم كانوا بس صحيح ليهم انجازاتهم، بس في علوم كتيرة كانت موجودة وهم كانوا بيترجموها، كويس؟ ولي العهد السعودي عارف الكلام ده كويس، وعارف إنه إن لم ينهض بالدولة وإن لم يغير ما كانت عليه المملكة العربية السعودية، الإخوان المسلمين مكان ما يذهبوا مش بس بينشروا الفكر بتاعهم، عايزين يحتلوا ياخدوا السلطة، هذا في مصر في تونس في المغرب في أي مكان، وبما في ذلك المملكة العربية السعودية. فالموضوع بالنسبة اللي أنا شايفه بالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان، المسألة مسألة وقت وحياة أو موت. العصابات دي تشعبت بشكل ان هي كانت على وشك تلتهم المملكة العربية السعودية، وكانت
ياخدوا الحكم. اللي بدأته السعودية في الستينات القرن الماضي، اعرفوا ان ده سينهي الأسرة الحاكمة. العصابات اللي هي السعودية غزتها ومولتها جاية عشان تاخد الحكم. ولي عهد، انا كل ده بقوله ليه؟ لانه الايميلات اللي جات لي، وهي اصلا في الاخبار كمان، ان السعوديه اوقفت الاذان بالميكروفونات اللي بيوجعوا بيه دماغنا ده الساعه 5 صباحا. في ناس بترجع من الشغل متاخرين عايزين يناموا، ولو واحد عايز يصلي هو من ذاته هيظبط المنبه بتاعه. كل واحد معاه دلوقتي تليفون يظبط المنبه يصحى، عايز يصلي اتفضل يا سيدي صلي، لكن ما ينفعش تزعج كل واحد. ربما في ناس بتخلص شغل مثلا الساعة 12 نص الليل، يوصل بيته على الساعة 1 على ما يجهز نفسه كده وحاجات، الساعة 2 صباحا تصحي الساعة 5 تقول له الصلاة خير من النوم، ولو خير خليه يصلي براحته. هو لو عايز يصحى هيظبط المنبه بتاعه ويصحى، ما تقلقش الناس. وعلاوة على كده في ناس مرضى، في ناس مسنين، تزعجهم ليه؟ الإسلام، اشرب شوية إسلام، لازم تصلي وإلا كافر. حاجة تانية عايز أتعرض ليها، ألا وهي العفة، أو إن إحنا نبدو أعفاء. مفيش عندنا، ما بنعملش حاجات أي قلة أدب، لا خمر ولا ميسر ولا ضعارة. اللي ما يعرفش، كان فيه فيلم اتعرض سنة أعتقد إما سنة 1979 أو سنة 80، مش متذكر، كان عمله مخرج بريطاني كان اسمه Death of Princess، أعتقد بالعربي موت أميرة سعودية. والمخرج ده حاولت السعودية تديله رشوة، أعتقد كان وقتها يعني مبلغ كبير، حاجة زي مش متذكر يعني، بالملايين، وده سنة 80 أو 79، يعني المليون كانت يمكن تعادل 4 5 مليون من هذا الوقت. وصاحب منتج هذا الفيلم أو مخرجه رفض، والفيلم ده كان في السعودية شارع معين، هو كله بيسميه بوتيك، بوتيك فلان، بوتيك علان، ده بوتيك هنا، ده بوتيك هناك، بوتيكات. والبوتيكات دي بتدخل، الراجل بيدخل في طبعا بائعات بيتفرج مثلا على بدلة أو زي معين، بيدخل يجربه وبتدخل معاه هي، بيجرب الزي فلازم يقلع الزي الأول، تساعده طبعا عشان يلبس الزي التاني، بياخد له بقى نص ساعة ساعة على كل بقى بيجرب الزي. وده كان علشان كده السعودية مش عايزة القاذورات دي وقتها تطلع، لأنه
في كده اللي هو الشكل ان احنا اطهار وانقياء والاسلام ورسول الله. كويس، مش عايزين الناس تعرف بحقيقة الأمر، وده من بدء نشأة هذا الفكر. لما اللصة الكبير اللي جاب الفكر يقعد في الشارع، يعني عفوا يعني شيء قذر جدا، ودي مش في السعودية بس، في مصر. أنا أتذكر لما كنت في مصر ناس بتقعد بره في الشارع يبصوا على مؤخرات وعلى صدور النساء، بيسموهم بيبصبصوا، يطلع كده يقعد ويتفرج على الستات اللي رايحة وجاية، والستات دي معظمها يعني لابسين لبس محترم، ولكن زي اللي تقول بيتخيلها وهو بيقلعها وما تفهمش. ناس كده عمال جايب دي من أول الشارع لآخر الشارع والتاني. ده كان مؤسس الفكر الإسلامي بيعمله، قاعد مع أصحابه، وربما أصحابه ما كانوش بيعملوا القذارة دي صراحة، لأنه سألوه كان إيه اللي حصل، فيبدو إن هم ما لهمش في الكلام ده. هايج ده ما تفهمش ولا إيه بالظبط، عمال بيبص للستات اللي رايحة واللي جاية، ودول ما كانوش أكيد يعني لابسين بيكيني. شاف واحدة يظهر إنها يعني دخل زينب بنت الجحش، كويس، قال لها اخلعي خلينا من العملية، طلعت معايا يلا، خلص شغله معاها وطلع لهم مغتسل. ايه اغتسل ايه في ايه يا رسول؟ المرأة تأتي في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. كويس، ده موجود من النشأة، وموجود في السعودية، وموجود في مصر، وموجود في كل الدول الإسلامية بالذات. في هنا أنا رحت شواطئ كتيرة جدا في أمريكا وفي دول تانية، ولا الستات لابسين بيكيني ولا حد ليه دخل بأي حد، قاعد بنبسط بالشمس بتاعت الصيف، راجل أو ست قاعد بيروح يعوم شوية في البحر ويجي يرجع ياكل حاجة أو تاكل حاجة، ويكونوا ساعات أسرة وكلهم لابسين مايوهات وكل واحد في حاله. مفيش عملية إن أنا عايز أقلع واحدة كده عمال ببص لها بعيني عايزها تقلع اشوفها، مفيش. هو بس البائس ده جاب لنا الفكر البائس ده، والبؤساء بيتبعوا هذا البائس للأسف. فأنا أتمنى كل خير لكل مسلم، وأتمنى له أنه يستمتع بشهر رمضان، ولكن هناك خطوات بيتخذها ولي العهد السعودي للتخلص والتنصل والتقدم بالأمة السعودية، ونشكره على هذا. بالمناسبة أنا نسيت أذكر اسم الفيديو، هو رمضان واليوم الجديد، هي لأنه المدينة اللي بدأ محمد بن سلمان يبنيها اسمها نيو يوم، يوم احنا عارفينه اللي هو يوم، نيو اللي هي جديد، يوم جديد. فالسعودية بتخطو خطوات لأيام جديدة، فبيحجمهم، بيحجم رجالات الدين الإسلامية، تلك العصابات اللي هي كانت عايزة تاخد الحكم، ها، تنفرد بالحكم، ويبدأوا تقطيع يد السارق والجلد والضرب وقطع وجز الرؤوس، الشنيعة الإسلامية بقى، يطبقوا الشنيعة الإسلامية.
نقول الحمد لله ان رجل بهذه القوة جاء وهدم طموحاتهم وأحلامهم، وإلا كان الدول العربية والإسلامية ستنهار أكثر إلى ظلام دامس. المهم، نتمنى لكم كل خير. في حاجة ملحوظة أنا مش موافق معاها ولكن لازم أن تكون، ألا وهي إنه محمد بن سلمان بيتخذ قرارات هي صحيحة ولكن فيها تجني على الحرية الشخصية. يعني منع اللي هي المعونات التبرعات، عفوا، منع التبرعات لإقامة إفطار في المساجد، ومنع عملية إن الأكل يجهز والناس تقعد في المسجد بعد ما يصلوا ويفطروا، منع الآذان بالمكبرات الصوت، منع الكلام ده. ده من حق هو يمكن الشيء الوحيد اللي هو كان من حقه إن هو يتدخل فيه هو مكبرات الصوت، لأن دي بتزعج الآخرين. أما لو عايز تأكل في المسجد صراحة في أي دور عبادة، إذا كنت مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، هندوسي، وبعد ما بتروح مثلا تصلي أو تعمل الأشياء الخاصة بدينك، لو عايز تأكل في الكنيسة بعد الصلاة أو بعد الموعظة، أو لو عايز تأكل في المعبد اليهودي أو في أي مكان بعد ما بتخلص التعبدات بتاعتك، أنت حر، والمعبد أو الكنيسة بتاعتك هم أحرار، أو المسجد. يعني لو عايزين تاكلوا هناك اتفضلوا، ده البناية دي بتاعتكم، اللي عايز ياكل ياكل، اللي عايز يصلي يصلي. فده في تدخل، أيوة، لكن لازم يتدخل الآن، لأنه دي كانت دولة ديكتاتورية من 1400 سنة حتى الآن، حتى 5 سنين فاتت، ولازم يكون في حكم بالإكراه حتى أن تتدرج الدولة وتعود إلى النظام الحر. لأنه حتى الآن الناس اللي هي جات، اللي هي موجودة في السعودية حتى الآن، اللي هم كبار السن 40 فما فوق، أغلبهم مسمم بالأفكار البائدة، وبقول مسمم. والشباب الصغير لما محمد بن سلمان فتح، دول الشباب اللي راحوا سمعوا الموسيقى واستمتعوا بيها، بيحبوا الغناء والرقص، بيحبوا الفرح، مش عايزين الغمامة اللي غممت على بلادهم وأهلهم لمدة 1400 سنة، عايزين حرية. ولكن الحرية انك تديهم زي مثلا الحرية في امريكا، البند الاول اللي هو الفيرست امندمنت، ان عندك حرية العبادة، لو تديها لهم كاملة هيقعدوا ينهقوا في اكبر ميكروفونات ويزعجوا الناس، ليسوا على مستوى المسؤولية، فلازم تحجمهم دول. كويس. حرية الحديث حاطط دلوقتي كاميرات، انه لو واحد طلع عن بدأ يتكلم سياسة او عايز يعمل مواضيع بيقبضوا عليه. دي من حقك، انك لو حتى عايز تتكلم ضد الحكومة هنا في امريكا في اي مسجد او اي كنيسة او اي معبد يهودي او هندوسي، من حقك، محدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه، بتبدي برأيك، عندك حرية الرأي وحرية التعبير عن رأيك، حرية التجمع أو التجمهر، إنك تتجمع مع ناس معينين في مكان معين، تشتري مبنى والناس تيجي تعزمهم، إنك تتجمع معاهم في كنيسة، في مسجد، في أي مكان، من حقك،
ولكن دول لما بيتجمعوا وتديهم وتفوت لهم شوية بيطلعوا يعملوا دمار، يطلعوا مظاهرات ويولعوا في الناس ويولعوا في المباني ويكسروا ويدمروا. فدول ليسوا على مستوى المسؤولية الآن، فلازم يكون التغيير وهو عنده قبضة من حديد، ما تقدرش تفوت لدول اللجام أو اللجام، أيوه ما تقدرش، لازم تحجمهم بقبضة من حديد تمسكهم، حتى أن هو إحنا محظوظين إنه ولي العهد محمد بن سلمان يعني شاب، لو نقول هيعيش كمان، نأمل يعيش 40 سنة، يكون الإصابة اللي هي تسممت بالسموم اللي هي عمرها 1400 سنة يكونوا انتهوا، والشباب اللي هو الموجود دلوقتي هو اللي يكون في محل القيادة، ويبقى بعد كده رمضان شيء كلش يعني فولكلوري، يبنوا مثلا ما دلوقتي اللي هي مدينة نيويورك هتبقى مباني عالية وناطحات سحاب وكده، يعملوا شوية ناطحات سحاب حوالين الكعبة دي، والناس تقعد بقى بدل ما يروحوا يحجوا ويطلعوا عرايا كده لابسين فوط هبلوا الهبل بتاعهم ده، يقعدوا كده في ناطحات السحاب دي وبصوا تحت على الكعبة دي، الله احنا كنا مجانين بنضوء حوالين العمارة دي، ويقعدوا يشربوا شوية شاي قهوة كده مع أسرهم مع أولادهم يستمتعوا، وبعدين يروحوا بيتهم بدل ما بيجعوا زي المهابيل حوالين عمارة سوداء ويقول لك ده احنا، ويبوسوا حجر يقول لك جاي من الجنة، حجر اسود ومهبب بهباب. المهم نتمنى لكم رمضان سعيد، ونتمنى لكم السعادة، ونتمنى لكم انكم تخرجوا من هذا الوباء، ده اهم شيء، وأأمل كمان لانه المشكلة مش بس السعودية، مصر ما زالت الجيش مش لا يريد ان قطعة زبدة على فطيرة زي ما بيقول في مصر، مش عايزين، أو لو كلب عفوا ماسك عظمة مش عايز يسيبها دي بتاعته. فنأمل أن مصر وبقية الدول الإسلامية التي عانت كثيرا من هذا الفكر البائد تخطو في خطى السعودية وتتخلص من هذا الوباء. نشكركم، نحب نسمع منكم، وبدي ناس كده تشتكي من الصوت، ده كمبيوتر جديد أأمل إن يكون الصوت كويس، خلوني أعرف. لايك وشير وسبسكرايب.